عن طريق هذا النظام. شريفا أن نرحب بحضور كل باسمه ومقامه في هذا اللقاء المتعلق بتبيان التسهيلات الجمركية الممنوحة المنوحة لفائدة المتعامل. يخص المتعامل الاقتصادي تحت إشراف مفتش العميد يحيى قشيطة. تفضل الزيتون. وعندنا في الولاية تاعنا منذ سنوات يعني الزيتون عداء ينتج لدينا يعني عملية حضارية يعني ممتازة وعملية فعلا ستثمر يعني إن آجلنا وعاجلا. يا هل ترى أنتم من تلقاء نفسكم ولا تبقى لتقرير؟ وأما السيد اللي كان يدخل دروك نعطيه كلمة الانغلاق تاع الجزائر تاعنا وكان بروبليم دخلنا كل شيء مي دروك بدينا في لابروديكسيون بدينا نلقاو المشاكل بالجملة بين المديرية العامة للجمارك والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. تأتي هذه السلسلة من الأيام الإعلامية تحت شعار مرافقة المتعاملين للإنعاش الاقتصادي، ويأتي يومنا الإعلامي هذا الذي نظمته الغرفة الولائية للتجارة والصناعة أولاد نايل حول التسهيلات الجمركية، حيث حضره عدد من المتعاملين الاقتصاديين المعنيين بهذا المجال والذي هو تصدير، وكذلك أجهزة الدعم والمرافقة اللي في كل مرة نحرص على حضورها لمرافقة المتعاملين ولسماع انشغالاتهم ولإفادتهم لتذليل العقبات. المفتش الرئيسي عبد الدوام سلام رئيس مكتب العلاقات العامة ونظام المعلومات لمفتشي أقسام الجمارك في الجمارك. ندرج هذه المساهمة في الرئاسة المديرية العامة للجمارك بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة أولاد نايل لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين من أجل تسهيل عمليات التصدير التي يقوم بها تدعيما للاقتصاد الوطني. أهم هذه المساهمات التي تتم عن طريق التعريف بالتسهيلات وكذا الأنظمة الجمركية المساعدة في عملية التصدير وإلى جانب الاستفادة من نظام الدعم الاقتصادي المتعامل. وشكرا. حمرون شعب القادر مزرعة النايلي زكار. اليوم رانا موجودين في المركز الإسلامي يعني في إطار هذا الحملة ولا هذا اليوم الدراسي التحسيسي للتصدير، وإحنا أنا يعني كفلاح عندي مزرعة النايلي في زكار. اليوم إحنا نحوسوا على يعني باش نصدروا لازم لنا نحافظوا على الجودة وعلى يعني النوعية تاع الزيتون، والنوعية تاع الزيتون هذه لازم اختيار الشجرة أولا ومن بعد لازم العناية بالشجرة هذه يعني في وقت يعني التقليم الزبير، ولازم في وقت الجني يعني يعود جني ثاني مبكر. احنا باش يعود عندنا جوده عاليه في اطار يعني الزيتون الممتاز بكر الممتاز فيرجي اكسترا اوميغا 3 اوميغا 6، ويعود عندنا يعني زيت يعني ما يعودش طالع على الحموضه، لازم الحموضه لا تتجاوز يعني 0.8.